أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن فتح باب الترشح لجائزة صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لتشجيع الأسر المنتجة 2023 في نسختها المحلية السادسة عشرة والتي سوف يعلن عن الفائزين بها خلال شهر مارس 2023 وبهذه المناسبة أشاد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بما تليه صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله من دعم ورعاية واهتمام بارز في تشجيع الأسر المنتجة البحرينية والذي من شأنه أن يحفز هذه الأسر وأفرادها لتتمكن من الاستمرارية والمساهمة في إيجاد حياة اقتصادية واجتماعية كريمة لأفرادها في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن جائزة سمو قرينة جلالة الملك المعظم للأسر المنتجة تمثل حافزا سنويا داعما لمسيرة عمل هذه الأسر التي استطاعت أن تشكل تجربة رائدة في مسيرة العمل الإنتاجي والتنموي وتعزيز دور الفرد في المجتمع اقتصاديا مما يساهم في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي وتشجيع مفاهيم المنافسة الإبداعية وكذلك إيجاد نوافذ تسويقية مشيرا في هذا السياق إلى أن الجائزة تعبر تعتبر من المبادرات الوطنية المهمة لتعزيز مكانة المرأة في مجال العمل نحو تحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية المستدامة